اليوم علي معلول ونزيدوا معهم مثلوثي. مثلوثي وعيد ونيوس خيري 3-4-3 الخاوي، ومن بعد نشوفوا الخزر اللي هو راس حربة، وسليتي كلاعب رواق، والخاوي زاد باش ياخذ رواق. ما عندكش دي شوا اخرين بالنسبه للخاوي؟ هو الشوا اللي نوعا ما فيه عليه، لكن في غياب حنا بع المجربي، في غياب يوسف المساكني، ما عندكش حلول اخرى. الخاوي كل من الحق للامانه في فترته مع المنتخب ماهوش الملاعب اللي الملاعب ينجم يجيب اتراح الملاعب، لكن عنصر مهم اليوم في ظل الغيابات اللي موجوده لقى بلاصته ان شاء الله في المنافسه الافريقيه، وخاصه في مباراه غدوه يكون حل من الحلول الهجوميه. اليوم نشوفوا لي زاتو اوفونسيف نتاعنا باش نعملوا اكثر على المثلوثي، وخاصه علي معلول على اروقه من عبيه، صحيح. عندهم يقولوا رواحهم، عندهم نفس هجومي ممتاز مع حسنه دفاعيه ان شاء الله. هو راهو الرسم موجود، لكن الابليكاسيون هو التطبيق نتاعها، يعني ان شاء الله من عبيه يوظفوها كيما توظفت ماتش زامبيا 25 دقيقه. هو اللي نجموا نفهموه حتى لتوا من التشكيله، على خاطر يظهر لي الشك كان ما بين الشعلالي والخاوي، بمعنى الاختيار كيكون على الخاوي التريونجل الزوز اللي تقراو لهنا. اي هذاك شنو باش نقول لك؟ لا حتى الرسم انا باش نفسر لك في وجود عدم وجود الشعلالي، مش تم اختيار بينه وبين الخاوي. لا باش نفسر لك انا هذاك شنو ما بين دو شيما تكتيك، كونه عندك تريونجل باش يكون في الوسط، يا اما الخاوي باش يكون في راس التريونجل هذا، يا اما الشعلالي باش يكون هو وراه. مريد ما نتصورش كنا محتاجين، وعاد ما نتصور كانت واضحه في مخ المنظر الكبير من بيلعب 3-4-3 كما كان يحكي انيس، خاطر ما نتصورش كان فما شواء بين الشعلالي والخاوي، خاطر ايضا المنظر نفكروا في المقابلات اللي لعب بهم بثلاثه في اللاكس ما يلعبش بتروا بيفو معناها، دونك وزايد اصلا انت عندك خمسه مدافعين وتروا بيفو معناها باش تطيز زوز بركه القدام، معناها ماهيش لوجيك برشا. نوافق انيس كي قال الخاوي ما وراش برشا حاجات تخليه يكون اساسي، لكن ما وافقوش كي قال فماش حلول بديله، مثلا من الحلول البديله مثلا كان ينجم يكون سيف الجزيري والا يوان توزجار يلعب مهاجم يمشي واحد بالخزري هو يمشي على الكولوار، ما عرفش توافقني ولا لا. ما هو توزجار اللي بعيد على الكومبيتيسيون، وشوف حل هجومي لكن ماهوش الملاعب اللي تنجم تدخل بيه. للامانه نكونوا واضحين، ملاعب مركز زبونته في 15 مباراه، ملاعب موجود في الجروب على اصابه على حاجه. الخزري سيف الدين الجزيري نعرفوا الناس كل كوفيد وحتى امور علميه وامور طبيه يلزموا ياخذ وقته باش ينجم يرجع يسترجع قواه باش تنجم تعمل عليه. هذا هو اللي قالوه هما على كشريده خاصه، ولو انه شفناه يلعب كشريده ما شفناش حتى وقت معناها اللاعبيه ديريكت كم تخرج من كوفيد تدخل تلعب، حتى فرجاني يلعب كيف كيف. هذا سبب مقنع ماهوش مقنع قالوه هما. لا هما قالوه، لكن بالنسبه لي انا كشريده فني انا ما عنده حتى علاقه بكوفيد. كشريده هما قالوا كوفيد. شوف انا 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 نشوف انه كشريده عنصر مهم، عنصر ما تنجمش تخلى عليه، وللامانه في 24 ساعه ما نجمش نحكي على اختيارات، خاطر موضوع الاختيارات نحيناه على جانبا. توا نحكيو على التشكيله ولا الناس الكل ولا توا تونس توا اثناء انيس ملاعب يلعب عندك في الكالشو الايطالي، مش كل يوم انت تبعث شكون يلعب في الكالشو الايطالي. خلينا نكونوا واضحين احنا كاعلين سيد متفق معاك كونه اللي مشاو هذوكم اللي هما باش باش توا عندنا مباراه غدوه. صحيح غدوه نلعبوا مباراتنا الاولى ضد منتخب ممتاز، اش نجمو نحضرو وين لي بوان فور وين لي بوان فيبل على حسب التشكيله وقراءتي. وما تنجم تعمل على غيلين كان ما تلعب باربعه مدافعين، زوز اظهر وزوز وسط ميدان دي مع طفل في المحور، لكن وقت اللي يكونوا عندك ثلاثه في المحور يلزمك تستعمل كان زوز وسط ميدان دفاعي، خاطر هنا كي تولي تستنى معناتها تستنجد بالشعلاني ظهر النيه الدفاعيه، لهنا ثم توازن في التشكيله. قلت لك الخيار نتاع الخاوي اوبليجي على المدرب يلزمو يستعملوا، علاش؟ توزكار بعيد كل البعد على المستوى، قاعد نتبع فيه زوز اهداف في 15 ماتش والروندمون با تيلمون حاجه كبيره، وسيف الدين الجزيري كوفيد يلزم شويه وقت الحق للامانه، كوفيد راهو مسال باش ترجع ينجم يعطيه في تزاميتون يتغير المعطى، لكن هذيك هي الراء ان التشكيله متوازنه، التشكيله تنجم تربح المنتخب المالي بالجرينتا باللونفي بالابليكاسيون. راهو الشيما تكتيك 3-4-3 و 3-5-2 و 4-4-2 و 4-2 درا شنيا لوزونج وحكايات هذوما كلها حكايه فارغه، الابليكاسيون تاع الملعبيه واللونفي اسكو عندك ولا ما عندكش؟ احنا ديما لونتام تاع الشامبيونان تاع كوب دافريك راهي باتي المو باش تلقاها سهله، وماكش باش تلقى اولادنا راهو في التوب النيفو نتاعهم، اللي يهمنا هما التفنيقات. انت تشوف في الدقيقه اليوم 66 الجزائر تعاني مع السيراليون، يعني راهو البدايات ديما صعبه، اعطينا نكون البدايات فيها نقاط الكونتوري ماركي ونعملوا تفنيقات نبنيو عليهم، نتصور ومن بعد لكل حد حديث، على خاطر على قد ما تدخل في الدوره وعلى قد ما تلعب مباريات وعلى قد ما تلعب اكثر وقت على قد ما يتحسن المستوى. ولو انه انيس في توزغير معناش راه كل يوم برشا ملاعبيه، يعني مالك لك 10 بونتو في 15 ماتش في فرنسا معناها على الموسم الفارط انه
تحكي على تصغر الموسم الفارط ولا الموسم لا نحكي، قلت لك انت قلت مركز جوز في 15، معناتها ما عندكش كل يوم ملاعب يعني مركز لك 10 في 15 في فرنسا، معناتها اس في نلعب في بطوله محترمه كما فرنسا وتلعبت فيها نيس، وما يسهل على ملاعبيتنا باش يلعبوا غادي معناها، وعنده قداش من عام يلعب غادي معناها، عنده دي كاليتي. ما هو فما حاجه اخرى يلزمك تعرفها، هذا الملاعب راهو استنجدنا به في التربص هذا قبل كوب دافريك، ماهوش ملاعب يعيش معنا ديما جور. احنا تو الجروب اللي عندنا فيها ثلاث سنين الملاعب يتعايشوا مع بعضهم، تصغر اليوم لازمك تعطيه شويه وقت باش يفهم. هذاك علاش قلت لك راهو كان جاي ملاعب عنده عامين ومش قاعد يلعب، النجم نلومه على المدرب وجوده علاش ما تعملش عليه، لكن الملاعب هذا عنده فتره صغيره مع المجموعه، يلزمك تستناه شويه يفهم الادابتاسيون برشا حاجات، لكن باش يكون هو حل من الحلول الهجوميه في تير ثلاثه مباريات هذوما. لكن نرى انه عمل بالصالح سي منظر انه خلاه ورقه هو سيف الدين الجزيري للشوط الثاني ولا لبقيه المباراه، لكن راه تشكيله متوازنه بالنسبه لينا، ونرى انه بالتشكيله هذه اوني كابابل اوني كابابل نمشيو بعيد نربحوا مالي. ما نوبلي با مالي راهو ادفيرسير بي، عنده ملاعبيه دو كاليبر على المستوى البدني زاد كيف كيف مستوى نتاعهم ممتاز، واحنا زاد كيف كيف عندنا فريق حاضر توا على جميع المستويات. نحب نقول افون 24 اللي رانا اوني بري ا تو لي بلون، على المستوى الذهني على المستوى البدني على المستوى التكتيكي، الملاعبيه حاسين بالمسؤوليه اللي على ظهوراتهم، الناس كل وراهم. هذاك علاش قبيله كي جبت على كشري قلت لك ستان شوا حكينا فيه برشا، لكن اليوم ورا المثلوثي انا واحد من الناس ان شاء الله المثلوثي يعمل الرول اللي لازمو يعملو، ينسينا في كشريده. اما سي لو بروبليم وقت اللي انت مثلوثي تجيبه ما يعطيكش وقت تنجم ترجع كشريده. احنا نحبوا نعطيو كيما نقولوا احنا شحنه معنويه للحمزه، ان شاء الله علي معلول يبدا في التوب ليفل نتاعو، خاطر علي معلول ملاعب ديكسبيريونس، ملاعب دي كاليتي، ملاعب هو اللي يعطيك يجي من تالي، ملاعب يعطيك الحلول الهجوميه. نتوقع انه علي معلول غدوه كيبدا في التوب ليفل نتاعو نجم يعاون. شو هذه شو؟ هذه نتاع الاسئله اللي نحبهم انا. شو باش نحط انيس؟ انيس باش خرجك راس راس، استنى لحظه. ديما يقولوا علي معلول من احسن ما جاب تونس، وين تحطه انت في الملاعبين اللي لعبوا على اليسار جابتهم تونس علي معلول؟ اه رسيدي. شو قولك في الكاستيون هذا؟ شوف هما هو والله مو صعيب للفني لي انا، مو صعيب نجم نجاوبك عليه. قل ثم اظهر كل واحد خصال. اي انا مثلا الخصال نتاعي هي اكثر دفاعيه، صحيح، مع انك تعطي شويه حلول هجوميه، صحيح. ثم ملعبيه عندهم نفس هجومي ظهير، لكن كفو على مستوى اعلى ممكن مستويات، كفو كان من احسن الاظهره موجوده في العالم، حاتم الترابلسي على مستوى الدفاعي حاتم باتيل مو حاجه كبيره، لكن وقت اللي ياخذ سو البلون فونسيف بالكاليتي نتاع السرعه بالتكنيك اللي عند حاتم يعمل ديفيرونس الديفيريسا. يعني انا كي نجي نقيم انيس العياري ولا كلايتون ولا بلا الله يرحمه ذوما خصال نتاع ظهر كل واحد باش يمتاز، ثم اللي يمتاز بجدتيت كيما بلا، ثم انا بالاجريسيفيتي سو البلون ديفونسيف قليب وكذا، وعندك ما تغطي بلاصه فوالا كي تلعب باربعه بثلاثه باربعه التالي فيكس تنجم تعمل عليه، يعني دو عندك دي زادفيرسير قويين تنجم تخلي اربعه في الدفاع تعمل على نيس العياري، غدو سو لو بلون فونسيف وباش تلعب على المستوى الهجومي بثلاثه في اللاكس ولا تحب تعطي حلول هجوميه يولي اكسونتري كلايتون يعطيك حلول. انيس انيس ماذا بيا تجاوبني الخمسه اللي سميتهم ورتبهم لنا، كلايتون بلها الله يرحمه وانت علي معلول. ليه هو الترتيب راه ما تنجمش ترتب، احنا كنا في متجندين تونس ما تهربش يعني ما تهربش على ليه والله هذه الدبلوماسيه ما تنجمش. شوف على المستوى الفني كما قلت لك كل واحد وليكاليتي نتاعو، لكن بار ريسبي واحترام في الله يرحمه المرحوم مهدي بلها نجم نصنفه هو الاول والبقيه تاتي، يعني ما نجمش نصرف لا ثاني لا ثالث، هادي ما شبعناش به، هادي اللي توجعنا عليه بلها الجرينتا بلها الروح ديما هو المصنف اولا بالنسبه لي انا، الاظهر حتى علي كعبي اللي كان موجود زاده، صحيح، يعني ثم برشا عناصر ما تنجمش تصنف واحد واثنين، لكن نقولوا هادي المرحوم الله يرحمه والبقيه تاتي. هذا يضر يجاوبك اجابه بصراحه ما عندك ما تقول، ما حبيتش نكبش معاك. خير خير ترحموا مره اخرى على المرحوم الهادي، ان شاء الله الدوره هذه نهديوله اللقب علاش لا، ولو نعرفوا اللي كاس افريقيا منافسه قويه ومنافسه صعيبه على اعتى المنتخبات. توا الجزائر بعد 72 دقيقه لعب عملت 4 شانجمون، الجزائر اخر شانجمون كانوا ثلاثه فرد مره دخلوا، كان دخلوا كل من بن دبكه بونجاح وبولايه فريد بولايه خذش في غولي سليماني وابراهيم بالضبط والجزائر قاعده تخلق في برشا فرص لكن قاعده تضيع بطريقه غريبه، فرص سهله كور في السيمتر قاعده تضيع هذاك الضغط هذاك المنافس كيمشي مرشح للدوره
سو بريسيون توا الجزائر يلعب ضد الوقت وضد النتيجه. صحيح. وقت اللي انت تحكي على الجزائر برشا وتحكي على المغرب برشا، انا ماذا بينا ما يحكيوش علينا تونس، ماذا بينا نقولوا هذايا مش قاعدين نحكيو علينا، ماذا بينا راهو ما يصنفونا الجمله ونجيو من تالي ونتعداو وما يفيق بينا حد، احنا التونسي راهو تعرف كي يركش من بعد ينجم يعمل سربريز. اما بالنسبه للجزائر تحس الكاليتي نتاع الجو نتاعها، فريق قاعد يلعب سو بريسيون يعني تحت الضغط. صحيح. يحب يجري حامل اللقب وحامل اللقب دونك عليه الاضواء اكثر من اي فريق اخر. باش نرجعوا نواصلوا في كان اكسبريس، ضيفنا المدافع الدولي السابق وبطل افريقيا 2004 انيس العياري. اسلام المدب وليد برحومه رافقوكم حتى كشي الاربعه نتاع العشيه.